نقلت بآذار الماضي 162,000 مسافر. نعم. هذا الرقم يمثل يعني خلي أسميه بالطموح المرحلي، أم لديكم طموحات أخرى للمستقبل؟ وأيضا طالما نتحدث عن الطموحات والآمال، كم طائرة تطمحون الوصول إليها ضمن خطة إن كانت متوفرة، خطة خمسية أو خطة عشرية؟ وكم وجهة تريدون أو تسعون للوصول إليها؟ خلي نجيها واحدة واحدة. بالنسبة للوجهات اللي نعمل عليها حاليا هي 29 وجه حاليا نعمل عليها. نعم، في العام الماضي في نفس الوقت في هذا الشهر كانت هناك فقط 20، الآن احنا 29. إضافة 9. نعم، أكو نمو. ما نطمح إلى فتح وجهات لدول عديدة، طبعا بالدرجة الأساس إذا ما تم رفع الحظر الأوروبي، وهناك خطط جدية لهذا الموضوع وبدأت الاجتماعات بهذا الخصوص. أعتقد سنعود لهذا الملف حنتحدث به. نعم، إذا ما فتحت الـ 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 الأجواء الأوروبا باتجاهنا، هناك زيادة مضطردة ستكون في هذا الجانب، إضافة إلى خطط موجودة ل أكو ثلاث ممرات أو وجهات يعني سيتم فتح قريبة. كوالالمبور، كوالالمبور، البحرين، خط أندونيسيا، خط البحرين. هناك نية جدية خلال هذه الأيام لفتح خط عمان، وهو خط حيوي ومهم جدا في الترانزيت.